منتابعه سوا. حاسبي ربو، ما عندي بحياتي ربو، عم باخذ دواء للسعله، عم باخذ دواء للالرجي، صرت عم باخذ فانتولين، صار لي يومين مخنوقه، على شوي بدنا مستشفى. قرروا يحرقوا الزباله بكل ويك اند هلا، لانه ما عم بيقدروا يشيلوا زباله وقت اللي بيكون في مدارس، بس احنا رح نختخني بالمنطقه، عم بيقولوا عن جد نفل وما مش عارفين وين بدنا نروح. ولو بيحكوا برئاسه الجمهوريه ما فيهم يشيلوا زباله؟ عاملين حالهم دولة؟ إذا حكومتنا ودولتنا زبالة ما عم تقدر تعالجها، شو بدها تعالج بهالوطن؟ تتعدد التقارير وبتختلف المناطق والنتيجة واحدة، أكوام من النفايات ترفع من مكان لترمى بمكان آخر، تلال من الزبالة ترتفع على أطلال دولة أعلنت إفلاسها لإيجاد الحلول. فإلى منطقة الفنار توجهت كاميرتنا، حيث بترفقنا صورة النفايات طول الطريق، فلا مهرب من الريحة ولا من المشهد. الصرخة عليت والشكاوي كترت من سكان المنطقة وأصحاب المصالح، فهل من مجيب؟ ما حدا برد علينا، وعنا باب رزق هون وعنجا عم نشتغل، يعني العالم بطلت تقطع من هون، العالم ما بتجي بتاكل منقوشة من ورا الريحة والزبالة والبرغش والدبان. أنا محلي نص زبونات خافت من الزبالة، نص زبونات، نص بالنص تقريبا، بيوقف زبونها بقول لك لايك، بصير شو وقف، العالم بتخاف تنمرض يعني. لايك طلع لك دخنة والغبرة والريحة. يعني ما حدا عم بيجي لعنا، ما حدا عم بيسجل يا لا لا، إذا ما في شيء ضروري ما بظهر من البيت، أكيد ما فيك. كانسر ظهري، صوري قدامه شوفي كيف. عدا عن قصة الفيران اللي مرة زبونة صدقيني راح طارت البيعة من ورا الفارة، زبونة شافتها للفارة، أنا ما قالت لي إيه فارة، قلت لها ما معقول، قالت لي مبلا، قالت لي ليكي بدي فيلم ما بقى فيه وخايفة. حرطقنا شوي بإجرانا، صرنا نعمل أصوات، شفناها كيف طلعت الفارة وفلت وصورتها هي فيران عم تلعب بمحل تياب، ونحن تياب يعني بوتيك، عدا انه بتقرقت التياب، عدا زبونات يعني انه مش مزبوطة هاي. ما بعرف اذا بدي سميها هيدي بركة العيد، يمكن مع انه حرام، نحن فاتين على عيد كتير حلو، اتفقنا نحن والجيران انه بكرة ننزل نزين الزبالة هون بشراية زينة ونضويها، مش ناطرين حدا يجي يفتتح لنا اياها، لانه هن كل يوم عم بيطلعوا على شاشات الاخبار وعم بيفتتحوا شوارع مزينه ومبسوطين فيهم، نحن انبسطنا بالزينه اللي انحطت من وراهم اكيد. كنيسة مرتقلة باتجاه الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع الثاني وصولا إلى مدرسة الكارميليت، نفايات احتلت مساحة كبيرة من الطريق العام، طلاب بيتصبحوا يوميا بالمشهد ذاته، يافطات منتشرة على يمين الشارع وشماله، قد تكون نكتة 2015 رجاء عدم رمي النفايات، عبارة من الصعب أنك تشوفها وسط أكوام النفايات اللي بتغمرها. نحن بكلية الصحة وعم ندرس لابوراتوار، يعني شوفي مالها صحة عنا قبلنا، كل يوم بالجامعة نتصبح فيها، يعني قاعدين بفوايات هون، فعم الصبح وظهر وعشية وحريق زبالة بالليل، بنطلع على الجامعة حاطين كمامات ريحة ما بينقعد فيها، بنضل مسكرين الفوايات، بنعبق جوا تما نشم الريحة من برا. بتزعج كمان، بس يحرق كثير، بيجي خاصة بيقلب الهواء من هون، بتفوت الريحة يعني علينا وكثير مزعجة يعني. أصلا نحن جامعتنا سيانس، يعني المفروض ما يكون في هالقصص، حدنا نعملها تريتمون، هي عم تخرب ابننا، نحن عم ندرس ريحتها كل شيء. فوق في مدرسة الكارميليت اولاد صغار وكانوا متظاهرين هذيك المرة كرمال هيدا الموضوع، انه كثير عم تزعجنا الريحة وبدها حل بقى. نعطى الهم نشم ريحة الأرجيلة أو الدخان، لأنه هودي قال بيضروا الصحة، بس إنه ما هيدا الريحة تريبل عن الدخان والأرجيلة. أنا كنت أوقات بعد الظهر أفتح الشباك، أنا ماشية بالسيارة أقدر أفتح شباك، يعني مش ضروري أقيسيه كل الوقت،
لا يعني من الصيفية لليوم عم نشك سكر شبابيك لنقدر نمشي بالسيارات. هيدي السيارة بعيدة 40 متر عن براميل الزبالة، ولو اجت البلدية وشالت الزبالة نجي نحن من المحل بنطلع بنقول له يا مسيو ما تكب زبالة هون البراميل تحت، بيجي حضرته بيقول لنا شو كيسة رح يأثر، مينيموم يكون عندنا حل، بس إذا رئيس ما قدرنا نطلع أكيد ما رح نقدر نشيل زبالة. من وين الحلوة العلياني على الورد وأكتر تتموج مثل النيسان بجبال العنبر، بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر. لبنان الأخضر لبنان، لبنان الأخضر لبنان، حليان الدنيا حليان.